السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا زنا وقاسنا برجيت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نفتح حسابات عشوائية. اوكي، بس قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا تنسوا تستخدموا الكود قاس سنايبر. وبس خليكم مع المقطع. اوكي، بس قبل ما نبدا ونفتح الحسابات مع بعض، خلينا اورجيكم الموقع اللي اشتريت منه للي بيحب يشتريه. ويلا اوكي، مثل ما انتم شايفين هذا هو اسم الموقع FN Galaxy. راح احط لكم الرابط تاعه تحت في الوصف. اوكي، مثل ما انتم شايفين في عنا هون حزم لو بدك تشتري 10 سكنات واكثر تقريبا، حقه $3، الموجود منه 333. يعني في 333 حساب فيه أكثر من 10 سكنات. ومثل ما انتم شايفين في عنا هون 50 وهون 30، والأسعار مثل ما انتم شايفين رخيصة. مثل ما انتم شايفين أنا راح أشتري حساب سيزون 2، وأنا صراحة أورجيكم كيف تشتروا حساب. في عندكم هنا حساب فيه سكيلتون بس ما فيه ولا حساب، يعني صفر عن ستوك. مثل ما انتم شايفين لو في بيكون اكثر من صفر بيكون في حسابات، لو صفر ما بتقدر تشتري. مثل ما انتم شايفين بيقول لك فيش ولا حساب. طيب لو بدك تشتري اي حساب بتفوت عليه، بعدين بتحط تشيك، بعدين بتحط الايميل تاعك وين بدها توصلك. يعني تكتب الايميل تاعك هوت ميل او جيميل او اي شيء، وبس تشتري بيوصلك على حسابك. طبعا راح يكون في زي الكلام، بعدين بحطوا لك الحساب الايميل، بعدين نقطتين، بعدين الباسورد. النقطتين لا تاخذها، اللي قبل النقطتين واللي بعد. طيب اوكي، هسه راح نفتح الحساب مع بعض. اوكي طيب، خلينا نروح اول اشي من تحت لفوق. طيب خلينا نشوف اللون. طيب على ما اعتقد اللون مفيش اشي نادر. ايوه ما في اشي نادر. طيب خلونا نروح على الهبوط. اوكي ما بعرف هاي من اي سيزون. طيب هاي السادس، هاي بعرف ايش السادس. اوكي ثامن، اوه تعيت السيزون الرابع. اوكي يعني ما اعتقد هذا فيه شغلات نادرة حيكون. اوه مظلة بنت الديسكو، يعني حساب هذا بالسيزون الثاني. هذا ما بعرف السيزون. اوكي طيب خلينا نروح على البيكاكسات. اوه بيكاكس الريبر نايس والله. كاكس الاوميجا، كاكس البروفيسور، يعني حساب نادر يعني يطلع فيه الريبر والاوميجا. اوكي نايس والله. طيب خلينا نروح على الشنتات. اوكي حزمة الثلج موجودة، نايس. طيب طيب اوه تايت سيزون 2 كده. الف الف والله بصريح. اوكي تمام. طيب اوه تقدر نايس. اوه طيب السيزون الرابع. اوكي تمام، السيزون الثاني. وهسه نيجي على السكنات.
هذا هذا النادر تعرف سيزون 2. طيب هذا ايتم شوب. اوكي حزمة تويتش، تويتش برايم. انا ما اعتقد الاولى. ايوه اوكي نجي هيك على السريع. هذا على مقصد ايتم شوب. اوكي جون ويك السيزون 2 او بنت الديسكو مش موجودة، بس انه هذا من السيزون 2. حزمة تويتش برايم تاع الثلج. وهي الشيطونة تاعت الثلج وبس. طيب هسه خلونا ننتقل على الحساب الثاني. طيب اوكي خلينا ندخل على الحساب الثاني. اوكي طيب خلينا نبلش من هون. تمام اوكي ايش هالشي. طيب خلينا نروح عند الهبوط. كمان مش هالشي اللي فيه نادر. طيب هون مش هلش النادر. طيب نفوت على البكاكس. طيب يعني كلهم تعوت السيزون غير كم من واحد، هو هذا ضايت مشوب وهذا وهذولا. طيب خلينا نشوف حقيبة الظهر. طيب حقيبة كليب يعني مش هالإشي النادر فيه. اوكي حزمة الظلال عنده. طيب خلينا نشوف الرولسات. طيب مش هالشي. اوكي مش هالرولسات اللي فيها. اوكي طيب اوكي الحزمة بتاعت البلاي ستيشن عنده 3 حزمات حتى 4. نايس اوكي جوردن اللاما. يعني مش هالسكنات اللي فيها تاعت كلهم تقريبا باتل باس. في منهم ايتم شوب. نايس على جوردن مولع خيو. طيب هاي حزمة الظلال. اوكي بس خلونا ننتقل للحساب الثالث. طيب اوكي خلينا ندخل على الحساب الثالث. تمام وين شلنت. فلوس الشاب حرق علينا على طول يا رجال. طيب ليل. طيب خلينا نبدأ شوي نشوف الريستارت من تحت. طيب
اوكي اوكي هلا هلا بالدود هلا تقرا ال ايوه فلوس ايوه اوه عند الهاي كمان الأصلية اوكي طيب نشوف هذول فيش اشي اوكي نزلات نزلات حلوة هاي ابصر مش مبينة اوكي طيب نشوف المظلات مظلة بنت الديسكو كاكسات اوكي لا هذا بتاع الاوميجا طيب خلينا نفوت هون اوه عم يعني بقول لك السيزون الثاني موجود تمام طيب خلينا نشوف السكنات هلا هلا انت الديسكو اوكي هذا من السيزون الثاني هذا ما اعتقد من الثالث اوكي درفت ايتم شوب اوميجا نايس يعني اندر حساب هذا عشان فيه بنت ديسكو فلوس بس كمان حساب حلو بس اكثر حساب فيه سكنات اللي هو اول واحد اوكي أعطيها بلس شوي اوكي بس لهون بكون وصلت الفيديو ان شاء الله تكونوا استمتعتوا الموقع الرابط تاعه في الوصف ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وبس مع السلامة